السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا نهار جديد وفيديو جديد، ان شاء الله يكون هذا الفيديو طاقة ايجابية، طاقة حماس ان شاء الله. اول شيء سلمي عليهم. سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال انتم كتشاهدوا الفيديو. طبعا اليوم حبايبي ان شاء الله مثل ما بتعرفوا اخر فيديو كان فشت خلق، لذلك قررت ان شاء الله بما انه نوارة تعبانة ونفسيتها تعبانة تطلع العصبية منها، الجو هذا الكآبة اللي فيها هاي بدي بدلها ان شاء الله الجو. وطبعا خارجين انا ونوارة وهي دهب. طبعا دهب كانت نايمة، صاحيين من الصبح يجينا دبي. ان شاء الله اليوم حنبدلك الجو، وكمان دهب لازم بدلها الجو لانه تطلع كمان من جو البيت وجو الهي، ان نطلع نوديها المسبح، نوديها البحر، نوديها تكون هيك تغير الجو، كمان تغير النفسيه. بدك صراحه هون في الخليج بحس ما في هيك الحياه الاجتماعيه نفس في المغرب. انتوا ولا احنا في سوريا تخرجي في السوق تهضري مع الناس، تهضري مع الجيران، احنا ما كنهضروا مع الجيران هون بصراحه. ما لا مكاين لا سواق، ما كاين والو، كاين يعني كل واحد شاد بيته كاين غير المولات اللي بغيت تمشي، اما ما كاينش داكشي الشعبي. المهم ان شاء الله بهاليومين حنضل اليوم وبكره جينا هنايا دبي، بلاصه جميره هنايا جينا. يلا كي وصلنا، يلا دابا ياك وصلنا، شدينا الطريق يلا كوصلنا، ما نزلنا الفندق. هي انا بس نقدم لكم هي وبعدين نفوت نشوف الفندق نغير النفسيه. رجعي ابتسمي، رجعي ابتسمي، ابتسامه ابتسامه ابتسامه. مركبه ابتسامه ما بتبتسمي، شو الفايده منها هالابتسامه هي اذا ما بتبتسمي؟ المهم حبايبي خلينا ننزل الفندق، ننزل اغراضنا، نرتاح شوي، نعرف شو نستكشف المكان اللي جايينه اول مره بنجي. اهم شيء المسبح، ذهب بدها تروح على المسبح، بدها تروح على المسبح كمان الثانيه، حنوديها المسبح تسبحي. يلا جبنا لها مايو وجبنا لها نظارات وجبنا لها هي عشان تلبسهم على المسبح، صح؟ بعدها نامت في السياره لانه مصحين. يلا زيد. يلا خلينا ننزل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا، شو هذا اللي حملتي على ظهرك؟ يا اختي المضرب. المضرب؟ المضرب. واش كاين شي واحد غيجي غيجي للبحر، يجي للبيسين، يجي للفندق اذا بوز الوقت ما جيبش هذا؟ ضروري من هذا. طيب تفضلي تفضلي. زين اختي نوريكم هذا الشيء، باين لي زاز لوز. باين لسه ما شفت شيء، انا شفته طبعا قبل ما هي، لاني حجزت وجيت. شفت؟ غرفة وصالة. اه زاز زاز لوز. ها جينا طبعا نغير جو هون، نغير للجو. دبي عالم ثاني. البحر شوف وين البحر، هاي البحر، هاي يد وين هاي، من هون من هون من هون من هون. شوفوا ما شاء الله على هالاطلاله، اطلاله بتريح النفس صح؟ شوف كتشوف البحر، ها؟ كتاخذ منه الطاقة، الطاقة الإيجابية. أهم شيء هو اللي احنا جايين عشان تفرغي هاي الطاقة. جايين قبل البحر. أيوة. ودها تجي تلعب مسكينة. شو بدك تفرجي؟ بدك تفرجي على روما؟ اوكي هلا بننزل، بدنا ننزلك على المسبح تسبحي بالمايو الصغير. جربنا ناكلو. هاي مطبخ كمان. طيب اللي شي وهنا. جاي لهون وتطيبي كمان. قال لي لا محل الكوزينه، ما تبقاش يعني جاي لاح الكوزينه لهون، لاحقتك الكوزينه لهون. هو اذا محطه الكوزينه طيب شي حاجه خفيفه. لا شو نطيب ما نطيب، لا انا ما بعرف حسب. هلا بالليل 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 بنشوف، بالليل بنشوف. طبعا ما شاء الله الشقه هو فندق على فكره، شقق فندقيه. لا هو هي نفس الشقق فندقيه، بس بصراحه يعني انا اول مره بشوف شيء نظيف. اه وكاين البلاصه ديك البلاصه الموقع زوين في النخله. دبي. هاي 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 غرفه النوم. الله افتحي 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 ارجي افتحي. وهي كمان الله 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 الله، ايش هذا نواره؟
بزمتك هالمنظر هذا هيك ما بيريح النفس؟ وارح. ها؟ وارح. اهم شيء الكرسي الي وكرسي الك. صراحة دورت كثير لحتى لقيت يعني واحد بتعرفه هون ما شاء الله فنادق كثير. شو فيكي؟ تعي دهب تعي. وش واحد يضل ساد علي؟ واحد القهوة بالليل بالليل هيك مسوينا هون فنجان قهوة بنعود هيك رواق نصور تواجهين انت كمان وعلى طاجين نتك وعلى الاكل وانتو المغاربة في وين رحتوا بدكم تجيبوا الطواجين معكم ولا شو؟ طواجين بطاطا نحمل اي بطاطا نحن طالعين من البيت لحتى نخلص من طواجين ونخلص من بدنا هيك اشياء جديده انا بقول لك دابا رجعت لي طاجين واللي صبغ الطاجين واش دخلنا عليكم بالله واش دابا بحال حتى في طاجين هنا هو طاجين ديال اللحم ومع الخضره لا لا نطلبي من الفندق داك داك المثل لا لا ما نطلب من الفندق نجيب نجيب شيء جديد قلت لك اليوم هاليومين اطلعي من الطواجين وطلعي من الروتين اللي بالبيت اطلعي من كل شيء واش واحد ياكل طواجين تاع الاطلاله ولا ياكل داك المثل ديال المكان اللي ما كيعجبنيش انا ما تجيبين؟ هل انت مهم خاطرك تسبحي اول شيء ولا لا؟ دهب بغيت تسبحي ولا ما بغيتي؟ دهب شفت اطلاله ما شاء الله اطلاله جدا روعه ناس تسبح والبحر من هون والبحر من هون البحر حوالينا كلنا البحر كاين بحر وكاين مسبح كما كتشوف شو انت؟ دهب ليك الاطفال عم يلعبوا تحت؟ تنزلي تلعبي معاهم؟ ها ولا تلعبي لحالك؟ بدي العب حالي تلعبي لحالك؟ ايه ايه وبعدين؟ شو غنديروا دابا؟ شو غنديروا؟ بغيت غنديروا؟ عاود الترتيب عندهم زوين عجبني دير هذاك الشيء مع الباج مع الباج الباج مع الباج شو بدك؟ تعي انزل يلا يلا تعي يلا واحد اثنين ثلاثة ايوه برافو يلا خدي تليفونك يلا خلينا نفوت لجوا نلبس تلبسي المايو وتنزلي تسبحي اوكي اوكي برافو يا الله شو عزيز عليك المطابخ انت اطلعي من المطبخ اطلعي من المطبخ لا احنا جايين نغير جو مو جايين نطبخ شوف عم بتقلب على الالوان عم تقلب على الطناجر وتقلب ما ادري شو على شو انت جاي اطلعي اطلعي هو شوف بدك صراحه هو المطبخ هيك زوين يعني بيفتح النفس اهم شيء طلع شوفوا 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 طلع الطناجر وين معي مش مسموح اديهم معاكي كاين كل شيء طناجر كاين كيسان كاين كل شيء كيسان ديال القهوه طيب خلاص اطلعي من الطبخ هلا خلينا نحن هلا بما انه صار الظهر خلينا ننزل شوي نريح شوي المسبح نتغدى قبل وبعدين ننزل ننزل نشوفوا شو نجيبه ما بعرف شو باشي يلا رجعي رجعي لي هالطناجر رجعي هالطناجر هذا بالليل ذهب شو؟ شو اسمه هون؟ هلا بننزل هلا بننزل نلعب تحت رجعتيهم المايو؟ رجعتيهم المايو تبعك؟ وين المايو؟ ها؟ وين المايو؟ فتحها شو فتحها؟ هاي فتحته، وين؟ فتحها هاي فتحته، ها هذا المضرب فين هو المايو ذهب اللي تلبسي؟ واو ذهب هاي جبنا ذهب هذا عشان تقعد فيه تسبح فيه واو كل شغله واو كلهم لك اوكي اوكي كلهم لك هذا شو هذا شوفي شوفي المايه شوفي شوفي باربي واو واو هذا بدك تلبسي تسبحي اوكي تسبحي لحالك ولا تسبحي معي انا بتسبح حالي انت لحالك بدك تسبحي بس انا جايبه لي انا جايبه لي بدا انا غير قلت لك شوف بعيني شوف الحياه لا انزلي عادي انزلي عادي المهم يلا نشوف وش عم ناكلوا يلا وانتم ريحي ريحي شوي احسن جنب قهوه صابوا الكوزينه ايه خلص انا انت اليوم ما تسوي اي شيء انا بسوي لك كل شيء سوي لك ايوه
اجيب لك الاكل، اجيب لك الشرب، اجيب لك الكوفي، انت عندي بس هيك ريلاكس، بس ريلاكسي. ايش حزوينه جود مور للمدام؟ شو هو؟ جود مور للمدام. جود ذهب. اعطيني اعطيني كيك، اعطيني كيك، جاعت ما بغاش تستنى تمشي وتتغدى. يلا غادي نمشي نجيب اكل بعد نرجع شوي نفكر بقى شو البرنامج. شو البرنامج؟ يا رب يا رب زي الكاميرا موجود خارج يا اختي. بس النظارات عرفتوا انا الشعر يلا غاسليه وطلقته نشف ما صاوبت ولا سوا لا والو. احنا في راس النخله هون. شوفوا احنا فين في الراس لهنا. احنا راه في الجنب النخله هذه للخريطه اكيد. احنا راه في الجنب غادي شوفوا ما شاء الله راه كله وسط البحر. سرعت بابا شوفوا ذهب للبيسه، شوفوا ذهب للبيسه، وري البيسة. هاي هاي على الزاز. يلا كي طلبنا الغداء ذهب ماما بيتزا، ماما بيتزا، ماما بيتزا، خدينا بيتزا وخدينا شي لعيبات مقارونة وخدينا المهم. هاد البلاصة كلها سياحة ما شاء الله. ذهب شنو بغيتي؟ بيتزا. قولي شنو بغيتي؟ بيتزا. شنو بغيتي؟ بيتزا بيتزا بيتزا. وانا نمشي نجيب الماكله. قلبها بيتزا. يلا قلبها بيتزا. بطاطا ولا بيتزا؟ بغات بيتزا. بيتزا. المهم تغدينا سالينا درنا واحد شويه في المول بقينا كندورو. المهم قلنا نتلفوا الوقت حيت باقي دابا بقى واحد الشمس سخونه. دابا صافي رجعنا نرجعوا ان شاء الله للفندق باش نجلسوا واحد شويه نستراحوا بعد ننزلوا ذهب للمسبح. نزلوا البحر ولا المسبح؟ المهم ننزلوا ذهب المسبح ندخلوا لهذيك الشومبري ديالها هيا طلع لي الدم الله يا دم. وين المسبح؟ تعبت تعبت هلا تعرف شو تنزل شوي على المسبح تلعب شوي حتى تتعب اكثر وتطلع تسلخ نومه. واو شو هذا؟ وين رايحه ذهب؟ انت شو انت؟ انت اميره؟ يلا لبسي النظارات. ايوه لوين رايحه؟ لوين نازله؟ لوين نازله؟ نسبح. لك تسبحي؟ ايه. يلا ليتس جو. يلا قولي لي ليتس جو. ليتس جو. يلا ليتس جو. المهم اختي انا لبست عليا بس ملابس ديال السباحة. ايوا محمد ها هو. ها هو جد. ليتس جو على قولة. نزل نمشيو. دابا عرفتي شحال الساعة؟ هذيك الشميشة ديال الربع ولكن مازال باقا قاصحة. نزل يلا. الجو خف يعني. زوين يلا. والله عشان ذهب بس عشان تنزل. يلا. تنزل المسبح؟ ايه ها؟ ايه يا ليتس جو ليتس جو. المسبح الصغير ديال الدراري الصغار ذهب كتقول لي زوين زوين ذهب زوين؟ ايه ما زلنا في المسبح ذهب بابا ديري ديري بوسه روحي هوني ايه ما بدك تقعدي هون؟ هنا ليه؟ هنا تسبحي هنا؟ ايه بدي اسبح. بدي تسبح هناك بدها تبع الاطفال الصغار. طيب هي جبنا لك هذا مشان تسبحي معنا. بدي روح هنا. واحد اثنين. المهم بقينا واحد جهد واحد ساعتين ونص. ساعتين ونص حملنا ولا اكثر؟ ساعتين.
بشكل نصار. نفسه ما هبطنا عشان البحر تحرقنا واحد شوية. المشكلة هاي النملة هاي ما بغيت تروح. صوتنا واحد. ما بدها تطلع من المسبح. وده هوالو قالت كويل ما نطلعش دبر العشية المغرب صافي ده وقلش 7:30. لا ما تطلعي. نطلعوا. سرحوا شوية بش نخرج عتني بالليل مشي وش بلاصة. يلا تعال. ندور شوية نكتشفوا المكان. يلا هلا بنروح يلا تعال. يلا ده بتصبح عتني وننزله. قلنا للصباح وننزلك عود تاني. صبنا واحد القهوة بالزربة. أحسن قهوة مع هذا المنظر.